مشاهدينا الكرام، وانطلاقة أخرى في انطلاقات هذا الصباح المميز، الصباح النشط تماما. نسير مع شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل، حيث تنطلق في هذه اللحظة دفعة جديدة ومنافسات أخرى جديدة حتى هذه اللحظات. نسير لنتابع الشعارات والأسماء المشاركة في مهمة انطلاقة هذا الشوط. نسير إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط أبراج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يأتي في عملية التضمير والتدريب مسري بن سالم بالعرض الحميري، بينما الهدة تحتل المركز الثاني، غيرت إلى صدارة هذا الشوط الهدة التابعة لهجن الرياسة. وفي التضمير هنا يأتي أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الفيلسوف من يقدم هذه الانطلاقات. أسير إلى المركز الرابع الثالث، ووصلت الآن المزروعية تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يأتي في التضمير عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الرابع وصولا من قبل الظبي لهجن الرياسة، بينما الفيلسوف في عملية التضمير والتدريب. انتقل إلى المركز الخامس، الشاهينية تحتل خامس المراكز لهجن العاصفة بقيادة مضمرها غياث الهلالي، والمركز السادس أيضا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، المركز السابع. أشوف وأتابع الشاهينية تتسلل لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثامن هذه اللي وصلت الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وتاسع المراكز الشاهينية تصل في هذه اللحظات أيضا من هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي، بينما المركز العاشر وصول من قبل شيهانة تحتل المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر علي بن هزيم المسافري. ها هي النتيجة، ها هو المسار أيها الحبل الكريم لمجريات وناموس وتحدي هذا الشوط. لكن عودة إلى البداية، عودة إلى التنافس الثنائي مشاهدينا الأعزاء. الله، هناك الكورة، أول الهدة، الهدة متواجدة مشاهدينا الأعزاء، وأبراج، أبراج والهدة، الهدة وأبراج والثنتين في تنافس ثنائي وصراع مبدئي حتى هذه اللحظات على ناموس هذا الشوط. منتصف الطريق لمسافة هذه الأشواط الصباحية 4 كيلومترات، ولكن تظل الأمور مع أبراج لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، هي المتقدمة بقيادة المضمر الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما الهدة تحتل المركز الثاني. الهدة 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 لهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في المركز الثاني والمركز الثالث. تصل المزروعية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المتمرس في التضمير عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن الشاهينية تتدخل لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الظبي لهجن الرياسة والفيلسوف في التضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. الشاهينية تحتل سادس المراكز لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي، كذلك المركز السابع والمركز الثامن لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز التاسع هنا وصول مشعر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، حيث تتقدم الظبي في هذه اللحظات. لكن عود إلى البداية، عودة إلى الصدارة، عودة إلى التحدي. شوف التغيير اللي طرى وجرى، هناك الهدة لا زالت من هدة على صدارة الشوط، الهدة الهدة لهجن الرياسة وبقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي صاحب الأمتار الأخيرة، صاحب الأمتار الأخيرة. لكن نشوف من البداية وهو في صراع مع المراكز الأولية الأولية، شواهين تحت المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث تدخلت المزروعية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، والشاهينية في المركز الرابع لهجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره. لكن عود
عوده الى الهده، بدات تزيد، بدات تزيد من السرعه وتزيد في الفارق بينها وبين البقيه. ها هي الهده مشاهدينا الاعزاء لهجن الرياسه، لهجن الرياسه، لا زالت مسيطره، لا زالت مسيطره، خلاص ما عليه خطر. هذا الشعار الحمر راح، راح مع البدايه، راح مع التحدي والمنافسات الجميله. الهده، الهده لهجن الرياسه في المركز الاول، مسيطره، سيطره واضحه وفعاله بدون اي تعليمات. اللحظات الاخيره، شواهين قادمه، الشاهينيه، الشاهينيه لهجن العاصفه، ولكن الهده مشاهدينا الاعزاء تؤكد مسار الشوط بان سيكون لهجن الرياسه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين لهجن العاصفه، المركز الثالث المزرعيه لاسمه الشيخ راشد بن حمدان مرايد المكتوم، المركز الرابع لهجن الرياسه، بينما المركز الخامس الظبي لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء للمراكز الستة الأولى المتقدمة. وأعود إلى التوقيت الزمني، 6 دقائق 15 ثانية، 6 أجزاء من الثانية هو توقيت الهدى لهجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وتهنية للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي على هذا الأداء الجميل والمميز. بينما المركز الثاني هنا شواهين لهجن العاصفة، 6 دقائق 16 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما مشاهدينا الكرام حلت في المركز الثالث في هذه الانطلاقات المزروعية ب6 دقائق 17 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنئة للمضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري.